السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من معرض السلمانية زي ما معودينكم، جبنا لكم الإفران السنفر بالمقاسات المختلفة 70 لتر والخمسة 45 لتر. معانا حضراتكم دلوقتي بنعمل ريفيو، كنا عملنا قبل كده ريفيو على الفرن 70 لتر، نعمل ريفيو سريع كده على الفرن 45 لتر. حضراتكم شايفينه ده ستانل ستيل اهو زي ما حضراتكم شايفين، صينية دوارة كبيرة مقاس 45 اهو زي ما حضراتكم شايفين، مطلية طبعا زي طبقة مينا كده من الداخل تمنع تآكل، بتمنع ان اي حاجة تلزق في الصينية ده، مطلية اهو زي ما حضراتكم شايفين كده تمنع تآكل الطبق ده، طبق الكروم اهي ستانلس من فوق كده بتمنع ان تحافظ لنا على شكل الصينية الدوارة ده. في شبكة مزود معانا شبكة من الكروم، دي صينية مربعة من تحت، مزود بشبكة زي ما حضراتكم شايفين اهو من الكروم ضد التآكل. معانا الشواية الدوارة بتاعتنا بنحطها جوه لو هنشوي فرخة او حاجة. ادي الهيترات بتاعتنا اهو شايفينها حضراتكم واخدة عرض الفرن بالكامل. في بعض الانواع بتلاقي حتة هيتر صغير كده، حاجة صغيرة جدا، لا ده هيتر فخم ممتاز جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى تسخين عالي جدا. مروحة اهو زي اللي حضراتكم شايفينها في الصورة دي دلوقتي، مزود بمروحة لتوزيع الهواء داخل الفرن، ولمبة الفرن حاجة عالية جدا جدا ولا أروع ولا أجمل، حاجة ممتازة جدا جدا جدا. بنجيب لكم أفخم وأعلى حاجات زي ما حضراتكم عارفين عننا ومتعودين، عندنا مراقبة جودة للمنتج، عندنا رأي العملاء، عندنا كذا حاجة، لأن إحنا عارفين قبل ما العميل زي ما العميل قبل ما يدفع أي فلوس، إحنا برضو قبل ما ندفع أي فلوس وأي منتج بنجيبه من أي شركة بنتأكد من جودة الحاجة ده، الاختبارات اللي اتعملت عليها، الضمان بتاع الشركه دي عامل ايه وازاي، كل الحاجات دي بنهتم بيها جدا 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 قبل ما ندفع فلوس في اي حاجه بنجيبها المعرض هنا. زي ما العميل برده قبل ما يدفع فلوس بيفكر 100 مره، احنا بنفكر 200 مره هنا قبل ما نفكر نجيب اي منتج ندخله المعرض. في منتجات كتير جدا في السوق احنا ما بنجيبش اي حاجه موجوده في السوق زي ما حضراتكم عارفين، حاجه عاليه جدا جدا، ضمان سنتين، مزود بجوان طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، واخد العرض الفرن كله، وطبقه داخليه من المينا سهل التنظيف، بتبقى جدا 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 زي ما حضراتكم عارفين. مزود معانا في الكتالوج برضو ارشادات اهو زي ما حضراتكم شايفين، لعمل كيكه مثلا، فطيره، اسماك، بيحدد لك مثلا الترموستات تظبطها ممكن على ايه، حاجه ارشاديه كده، الطهي، درجه الحراره، وادي المقاسات بتاعته اهو بتاع الفرن ال 45 حضراتكم، العرض بتاعه 47 سنتي، العمق بتاعه 59 سنتي بتاع الفرن 45، العمق بتاعه 47، الارتفاع بتاعه 33، 1400 واط بالنسبه للفرن ال 45 لتر ده، تمام زي ما حضراتكم شايفينه كده، حاجه ممتازه جدا، ضمان سنتين، ضمان سنتين كاملين على الفرن ده. ده السعر نازل معانا، الفرن ده نازل عندنا حضراتكم بسعر 1450 جنيه. حاجه ممتازه جدا، متوفر منه طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هو اللون الستانلس ده، متوفر منه الاسود من بره بالكامل الشكل الخارجي، ضمان سنتين، سعر
تمام. تشرفونا بالاتصال او تشرفونا في المعرض السلمانية. الاتصال على ارقام 0-100-142-4899 او تشرفونا شارع ترعة الامام علي بن ابي طالب ارض اللواء المهندسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.